من جديد أهلا بكم في شير. يحب تلخيص حياته بأنه يتنفس كرة القدم، وهذا حقيقي. فبالرغم من كونه مشجع ليوفنتوس الإيطالية، فإنه محايد في تحليله، كما أنه يقدم مقاطع عن كرة القدم بشكل شبه متواصل طوال الأسبوع، ويكتب عنها الكتب أيضا. وفي كتابه أكبر مما يعتقدون، تأملات في الرياضة والحياة، يقول إن البعض يراها للترفيه وآخرون يرونها مضيعة للوقت، في حين يراها كنزا معرفيا للتفكير وأخذ الدروس. لنشاهد. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي مدريد. أطول وقت بدل ضائع في تاريخ كرة القدم. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من برنامج توب فايف. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أكبر ما يعتقدون. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة إنجليزية. ومن دبي عبر تطبيق زوم نلتقي بالمحلل الرياضي الأردني محمد عواد. محمد، تحياتي وأهلا وسهلا فيك في قناة الغد. تحياتي لك وتحياتي لجميع الأخوة المشاهدين، وسعيد جدا بالتواجد معكم. أكيد إحنا سعداء أكثر. محمد، يعني في البداية حدثنا أكثر عن حبك لكرة القدم وكيف كانت بدايتك في تحليل المباريات. في البداية يعني أعتقد مثل أي شخص بيشاهد كرة قدم وهو صغير في بلاد يعني زي الأردن، زي مصر، زي بلاد العربية، وسائل الترفيه عندنا معدودة وقليلة صراحة. فكان إحدى وسائل الترفيه الأساسية هي التلفزيون والمباريات اللي بتيجي على التلفزيون، وهذا الشيء خلاني أحضر مباراة كرة قدم وأنا صغير. يعني أذكر كأس أوروبا 88، كان عمري 7 سنوات، وأذكر منه بعض اللقطات يعني حتى الآن، لأنه كانت أول بطولة بشاهدها. فمن وقتها الواحد بلش يكون هذه وسيلة ترفيه. ثم في بداياتنا احنا وزمننا كان الواحد يتعب عشان يلقى المعلومه، فكنا نضطر لما نلقى المعلومه ندونها على دفتر، وما زالت هذه الدفاتر موجوده. اذكر يعني واذكر بعض الاصدقاء كانوا يكتبوا تشكيلات الفرق على ملف على ورق يعني عشان ما ننساهم، في حين الان طبعا الموضوع كله متوفر بسهوله وهذا الشيء افضل. فكانت بدايه خلص تعلق، كانت وسيله الترفيه الاساسيه. حتى لما بلشنا نلعب العاب بلاي ستيشن واتاري وما قبل ذلك، كان دائما ندور اول لعبه كره قدم. محمد، سنتحدث بالتفاصيل من حول العقبات التي واجهتك اثناء مسيرتك التحليليه، ولكن حدثنا اكثر، كيف كان ردود الفعل من حولك وانت كنت مختص في مجال الهندسه وتركك لهذا المجال واختصاصك في مجال كره القدم والتحليل؟ خليني اوضح، انا ما تركت الهندسه عشان اشتغل في السوشيال ميديا او في اليوتيوب. يعني انا تحولت لمجال الاعلام بشكل كامل، لموقع مكتوب اللي كان في الماضي اكبر موقع عربي زي ما بنعرف، وكان وظيفتي يعني اقرب لاداره فريق عمل لانشاء موقع رياضي لمكتوب، وهذه كانت البدايه، يعني كانت طبيعتها اعلاميه. وبالتالي كان مقنع التحول ربما لكثير ناس مقربين مني، نتيجه انه وظيفه، يعني هي وظيفه الى وظيفه، ما كان في مجال للمغامره وقتها. ما كان في شيء اسمه انفلونسرز او ما شابه في ذلك الوقت، فكانت نقله وظيفيه. طبعا كثير ناس استغربوا، خصوصا انه انا الحمد لله يعني في وظيفتي الهندسيه كانت وظيفتي ممتازه، كنت سينيور انجينير في الملكيه الاردنيه للطيران، ونعرف شركات الطيران وضعها ممتاز بشكل عام دائما ما شاء الله. فكان الاستغراب انه ليش ترك ذلك. الفكره الشغف، لانه انا بكتب فعليا من انا يعني اذكر انني بدات اكتب تدوينات او افكار معينه على الدفاتر والورق وانا صف ثاني. فبالتالي كان عمري 8 سنوات حرفيا، فانا دائما بحب اكتب، بحب اعبر، مش بس بالرياضه، يعني حتى في الجامعه الاردنيه كنت رئيس نادي الاعلام والصحافه داخل الجامعه. ف
عبر حياتي كنت أدرس هندسة عشان أرضي أهلي، يعني بصراحة أكثر من أرضي نفسي. وإلا أنا دائما مهووس كنت بالكلمة، بالقراءة، بالكتابة بشكل عام، ليس فقط بالرياضة. ليش دخلت الرياضة؟ لأنه المجال الذي أتيح حرفيا، أنا بحب الرياضة جدا، متابع سياسي جدا للعلم، يعني لو أشوفك برا يعني متابع كويس في السياسة في الأمور هذه. لكن المجال الذي كان متاح أن تدخل إله في ذلك الزمن في 2008 بدون ما يكون معك شهادة صحافة هو الرياضة، فدخلت ذلك الرياضة وأنا بحب كرة القدم وسأبقى. طيب تمام، يعني لو تحدثنا أكثر محمد عن فكرة إظهارك وتحليلاتك للكروية على موقع يوتيوب، كيف بدأت هذه الفكرة؟ خاصة أنك قد ذكرت منذ قليل أنك من الجيل الذي يصعب في حصوله على المعلومة. في الحقيقة مسألة اليوتيوب بقدر أسميها صدفة، يعني مش خطة. ببساطة كنت عم بشتغل في موقع كورة، و يعني ما كان عندهم فيديوهات او شيء زي هيك، وهذا الشيء ما كنت متاكد انه الدنيا رايحه للفيديو، يعني ما كان في كثير يوتيوبرز وقتها. اذكر كان بس الصديق عمر نصوحي، ما كان في كثير ناس موجودين، لكن حبيت اطلع اعمل فيديو. يعني اذكر الفيديو جيدا، برشلونه بنهايه 2014 خسروا الدوري، وطلعت عملت انه هذا احسن شيء صار لهم، لانه لو جابوا الدوري كانوا هيلعبوا بالتشكيله اللي هي ضعيف جدا. وفعليا اللي حصل بالصيف اللي بعده، برشلونه اشترى 7 لاعبين وجاب، أن أتوقف عند زي ما بنعرف الخماسيه هذه النقطه ونادي كتالونيا. هذا سؤال شخصي بما اني مشجع لهذا النادي، يعني مستقبل كتالونيا، مستقبل برشلونه في ظل هذه الازمات محمد؟ لا شك انه عائد، لا شك انه عائد، اذا مش السنه الجايه السنه اللي بعدها. ليس فقط لانه برشلونه بتاريخه اصبح عنده ارث كبير كروي، لا مش بس هيك، يعني برشلونه يمثل شيء اساسي من شخصيه اسبانيا الثقافيه وليس فقط شخصيه كتالونيا. ما راح يسمحوا بالحرف الواحد انه برشلونه يروح وما يرجع، لن يسمحوا لذلك اقتصاديا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا. برشلونه وريال مدريد جزء اساسي من القوه الناعمه اللي بتملكها الدوله الاسبانيه، جزء اساسي من الترويج السياحي والاقتصادي اللي بيستخدموه هذه الدوله، فما في مجال حتى بعد مغادره اصلا هو بعد مغادره نجوم نادي ريال مدريد او برشلونه سواء ميسي او كريستيانو رونالدو، ربما يكون العام المقبل هالاند وامبابي، وهذا يوازي ميسي ورونالدو، لكن في البدايات يعني مره اخرى. يعني بالنهايه عصر انتهى، ميسي ورونالدو كانوا سينتهون بالنهاية، يعني مهما طال عمرهم انتهوا فعليا حل الآن من التجربة الإسبانية، واحد في فرنسا واحد في إنجلترا. لكن أنا أعتقد أنه فكرة يوما ما كان لويس فيجو في برشلونة ثم ذهب لريال مدريد، كان في زيدان والظاهر رونالدو وريفالدو ورونالدينيو، ثقافة النجوم في إسبانيا محبوبة. وأعتقد الآن بعد تجربة نتفليكس واتبعنا على مسلسلاتهم أفلامهم، بدأنا نفهم كيف يفكروا أكثر بشكل عاطفي، يحبين النجوم جدا هم. فأنا أعتقد مسألة وقته حنشوف نجمين، نجم في مدريد ونجم في برشلونة. يعني لعل الأنظار العربية الآن تتجه إلى كأس الأمم الإفريقية، تحليلك محمد؟ بطولة صعبة تقام في الكاميرون، وهذا أيضا يعني لوحده تحدي كبير أنك تهزم منتخب بهذا الحجم في ملعبه. أيضا منتخب، لو نيجي ننظر طبعا عندنا المنتخب الجزائري يبدو أفضل منتخب عربي نملكه في هذه البطولة، لكن علمتنا أمم أفريقيا في السنوات الأخيرة أنه لا تراهن عليها كثير من القبل أو من الأسماء. يعني لو على مسألة الأسماء تقول السنغال ستلعب النهائي بكل سهولة، لديها حارس من الأفضل بالعالم، قلب دفاع من الأفضل بالعالم، لديها ساديو ماني، لديها أغلى لاعب تشكيل. لكن تعلمنا بأمم أفريقيا أنها تخدع فعلا. أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية. الفوارق في أفريقيا انتهت، في الماضي كنا عندما نسمع بوركينا فاسو تواجه مصر أو تواجه تونس لا نهتم، الآن نقلق فعليا، لأن الفوارق عندهم بأفريقيا انتهت. كثير من الدول الأفريقية عرفت المسار والخطة الصحيحة، وهذا اللي بيخلينا دائما نشوف تصفيات كأس العالم بتصير أصعب وأصعب على منتخباتنا العربية في أفريقيا. طيب محمد، يعني بعض الزملاء هنا يشجعون نادي أرسنال، يعني ما هو مستقبل هذا النادي؟ أرسنال الآن نقدر نحكي زي اللي مسك طرف الخيط، يعني المباريات الأخيرة اللي لعبها، السلسلة الجيدة اللي لعبها، مسك طرف الخيط. لكن نحضر كرة قدم إن زمان، فكرة إنه كرة القدم تكون فقط شباب صغار وينجحوا مستحيل. حتى البعض دائما بيضرب مثل بفريكسون والمعلق اللي قال الأولاد لا يفوزون بشيء. فريكسون حتى يسيطر جاب إيريك كانتونا من ليدز يونايتد. يعني باختصار لازم يكون عندهم سوبر ستار يشيل الحمل. يدل على أنه أصبح فريق مخيف؟ هم فريق جيد، أرسنال الآن فريق جيد، تكتيكيا جيد، منضبط جيد، عندهم الجودة. لكن مثلا أنا كنت أرى، يعني راحوا جابوا الآن بيفكروا بفلاهوفيتش، أيضا هذا شاب صغير 22 سنة،
أنت تحتاج شخص 27 28 سنة لديه الإنجازات وخلص من ذلك حتى يكون مركز الحمل المعنوي والذهني تاع هذا الفريق، والباقيين يعبروا عن نفسهم. كل تجارب الأندية اللي بنيت احتاجت لاعب خبير، لاعب عنده إنجازات. عندما جاء ريال مدريد بعظمته احتاج إلى ذلك أكثر من مرة، احتاج إلى زيدان الفائز بكأس العالم، واحتاج إلى رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا. فكرة أن تراهن على الشباب فقط يكبروا مع بعض، لا، مش راح يكبروا مع بعض، لأنهم لما يكونوا مع بعض بعضهم بكرة مش هيجدد عقده ويطلع، وبعضه بكرة هيزعل منك ويطلع. فلازم يجي شخص أكبر من الموجودين، هذا الذي يحتاجه أرسنال الآن. أوباميانغ كان يجب أن يكون هذا الشخص، لكن دخل بمشاكل كثيرة. يعني أنا ما زلت أعتقد أرسنال لو فكر بلوكاكو الصيف الماضي كان حيفرق معه. حسألك عن يوفنتوس، لا تقلق محمد، ولكن قبل أن أسألك عن هذا النادي المفضل لديك، يعني لماذا استخدمت اسم سيلف سبورت في برنامجك؟ لماذا اختصرت هذا الاسم؟ القصة أعتقد بعد السنة بعد هي فعليا بدأت بشهر 5 2014، فبعد 7 سنوات انتهت القصة. وقتها كانت طالعة موضة السيلفي بشكل عام 2014-13 والعصاي وهذا الكلام. فكانت فكرتي، أنا شخص لا أملك وقت، يعني أنا وظيفتي في خلف الكواليس، أنا أشتغل ديجيتال وبالإعلام وبالإدارة بالإعلام، فما عندي وقت فعليا أقعد أعمل مونتاج للفيديو وأركب استوديو وكذا، يعني لازم أصور وأمشي على طول. فكانت الفكرة أني أدور على شيء بسيط عشان أبدأ. فجاءت الفكرة أنه ليش ما يكون الحلقة عبارة عن سيلفي، يعني أنا أقلب الكاميرا أتفرج عليها وأحكي مع الكاميرا فعلا. وكان هي اسمها سيلفي سبورت لأنه أنا كنت أصور الفيديو بطريقة السيلفي. لكن مع الزمن لما زادوا المشتركين زاد الضغط أنه لا، بدنا صوت أوضح، بدنا صورة أوضح، اضطر الواحد شوي يعلي الستاندرد ويزيد الوقت عليه. طيب، بالعودة إلى يوفنتوس، هل تعتقد أن نادي يوفنتوس في طريقه لتكوين نادي أرسنال جديد أم مانشستر جديد؟ لا، يوفنتوس جديد، يعني حيرجع أقصد هنا على خطى على خطى الفريق. لا لا لا، حيتوج بالدوري السنة الجاي أو اللي بعدها، وحيرجع يجيب 4-3-5 دوريات من كل 10 سنين. مش أول بناء مرة على توقعاتك يعني، ولا بناء لا بناء بناء على التاريخ يعيد نفسه. نعم. التاريخ يعيد نفسه دائما. أنا أذكر موسم 2003-2004 اللي بتخلني الذاكرة، اليوبي كان خسر نهائي دوري أبطال قبلها، ثم كان موسم سيء جدا 2003-2004، واعتقدنا أنه ربما اليوبي سيعاني كثيرا كي يعود، لأنه ميلان 2003-2004 كان فريق جدا قوي بالدوري، خسر مباراة واحدة كانت مع أودينيزي وقتها. فأنا توقعت أنه بدنا سنين، لكن بعد ذلك يوفنتوس فاز بالدوريين وراء بعض. طبعا بعدها جاءت قصة الكالتشيوبولي، فريق يهبط بعام 2006، فريق يتوج ب9 دوريات بعد ذلك خلال 15 سنة، فريق ما بينتهي، بالثمانينات عانى، بالسبعينات عانى، بالستين عانى، بس دائما نهاية المعاناة هو العودة والانتصار، يعني هذه هي طبيعة اليوم. نعم. طيب محمد، يعني المنصة الأقرب لك على مواقع التواصل الاجتماعي شخصيا كاستعمال؟ نعم. أنا بحب طبعا بقسمهم بصراحة، الأخبار فهي تويتر، فيسبوك تواصل مع الأصدقاء عبر الماسنجر وما شابه، أما إذا كنت زهقان وبدي أتسلف هو تيك توك صراحة، يعني لازم الواحد يعترف. بالتأكيد. يعني ما في تنوع. طب مع جمهورك محمد؟ لا، أنا بفضل أتواصل مع الناس عبر إنستغرام بشكل عام، عبر المسجات في إنستغرام بفضل ذلك، يعني هي النظام أفضل. أنا بصراحة كل شيء له استعمال عندي، يعني كل منصة فيهم لهم استعمال، يعني لما بدي أقعد في البيت بحضر تلفزيون بحضر على اليوتيوب. فهذه هذه الطبيعة اللي بعملها، فكل واحد له استعمال، لكن إخباريا طبعا تويتر، وتسلاية فأكيد تيك توك يعني. طب أكثر التعليقات اللي بتوصلك؟ والله بيجي كل شيء. الناس شوف، في نوعين من التعليقات، في التعليقات العلنية، وأعتقد طبيعة المجتمع تبعنا إنه ما بتسامح مع اختلاف الرأي أو الهفوات، فبتكون بعضها حادة، لكن نفس هذول الأشخاص لما نتكلم معهم على جنب في تويتر، في مسجات فيسبوك إنستغرام، كل ناس بيسمعوا بياخذوا وبيعطوا. بمعظم التعليقات دائما بتطلب، لأنه خصوصا أنا دائما مصر على المبدأ الإعلامي في العمل تاع اليوتيوب، يعني مش مبدأ أي شيء آخر. فالكل صار يعرف هذا الشيء، فبيجي يسألني شو يعني قانون كذا، ما معنى كذا، شو يعني تأثير كذا على كذا. فدائما هي أسئلة بتطلب أفكار. بالعكس، يعني الواحد لما يشوف الرسائل محمد، يعني هو متعب، هو كذا بنشحن إنه يكمل. يعني لضيق الوقت، يعني سريعا، يعني عرفنا أن يوفنتوس هو النادي المفضل لديك، ولكن ماذا عن الأندية العربية المفضلة لديك؟ أنا في الأردن لازم أحكي لك شغلة، وبصراحة يعني في الأردن نتيجة بعض التعقيدات في التشجيعات للأسف،
قررت ما أشجع حد، يعني بغض النظر اللي كنت أشجع في الماضي، لكن فعليا بس بتابع كرة أردنية بشكل عام في بلدي. لكن عربيا دائما عندي نظرة خاصة لنادي الشباب السعودي، وربما لأنه في كأس العالم 94 كان في المنتخب السعودي 9 لاعبين من نادي الشباب، وكان أول مونديال أنا شخصيا أشوف منتخب عربي يتألق فيه. أنا ما لحقت 82 86، فكان 94 هو المنتخب العربي المتألق السعودي. ولما تعرفت على اللاعبين كان 9 من نادي الشباب السعودي، ومن وقتها ظل في البال الشباب السعودي. نعم. وحتى اليوم يعني هو ربما هو أكثر نادي عربي متابع. ما الذي يحمله محمد عواد في هذا العام الجديد؟ والله جاء يعني بناء على طلب العائلة، لأنه أنا شايف لي لابس قبعة بناء على ضغط وتعب كان وإرهاق، ثم أدت إلى مشكلة صحية. كان أنا كان دائما عندي 17 سنة أضع خطة كل سنة 4-5 على ورقة ويظلهم معي في جيبتي لعند أجيبهم. فهذه المرة العائلة أشرفت تماما أنه الخطط تكون خطط خفيفة جدا، أنه ما تضغط نفسك، قصة كتاب جديد، مشروع جديد، أبصر شو جديد، أرجوك لا السنة هاي خليها سنة يعني نسميها راحة شوي. وفعليا الأهداف قليلة جدا. أنا بس عندي مشروع دائما حاب أرجع فيه كان اسمه تجربتي، هو مشروع الواحد يحكي مع الناس شي حياتي. يعني أنا صح بشتغل في الرياضة، لكن الإنسان اللي بيشتغل في الرياضة عنده أشياء أخرى يمكن نضيفها. أعتقد هذا المشروع هو الذي سيعود إن شاء الله ب22. صديقنا محمد عواد، شكرا لك، سعداء بالتأكيد بلقائك معنا في شير. أنا أكثر، شكرا. قصصنا لا تنتهي، ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 1:30 بتوقيت غرينتش. وإن فاتتكم قصص اليوم يمكنكم مشاهدته عبر صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر. إلى حلقة جديدة من شير، إلى اللقاء.